مسليا والله شفيت اخوالي وعمامي وامي تضم بالبس كمامي ورفيقي لو عطس مرة قدامي بركض من حده مثل المجنونة دخلك خفف لي شوية بويسك واعزل لي حالك انت وتعطيسك عاتب لينا وبلا تخبيصك جسمي ما بيحمل مرض كورونا شو هالألفين وعشرين متأهلي عالصدارة كورونا جاي من الصين وماشي من حارة الحارة لو يقاي ولا تعقيم شو هالبلد يا خسارة